هدف إيصال المعلومات الصحيحة حول حقوق وواجبات كل من التاجر والمستهلك ضمن منظومة التعامل في الأسواق وفق القوانين التي تضعها وزارة الاقتصاد لحماية المستهلك وضمان حقوقه، ولمعرفة الآلية الصحيحة في التعامل في حال حدوث نزاع أو خلاف ما بين التاجر والمستهلك في قضية معينة تخص عملية البيع والشراء. هذه الورشة تكون فيها الغرفة التجارية بالتعاون مع مع وزارة الاقتصاد والمركز الفلسطيني للديمقراطية لحل أول شيء الترتيب للمستهلك بالنسبة للأسواق وحل النزاعات اللي بتكون دائما بتصير بين التاجر والمستهلك ولحماية السوق من أي تزييف أو أي شيء آخر. هي أساسا تعريف المواطنين بدور حماية المستهلك والآليات والإجراءات التي تعتمد عليها وزارة الاقتصاد الوطني حتى يكون التاجر والمواطن هو شريك أساسي في آليات العمل ومتابعة العمل والمعرفة والاطلاع، حتى تكون هناك ثقافة عند المواطن بخصوصيات حماية المستهلك ودورها.